الضيعه كتواجد في جامعه الفقره في النواحي ديال برشيد في الجهه ديال الدار البيضاء سطات. هاد الضيعه موجوده على اساس انه البروجي ديال لاغريتوريزم يعني السياحه الفلاحيه، والبروجي كامل مبني على لا بيرماكولتور على نظام ما يسمى الزراعه المستدامه. دونك هاد الضيعه فيها واحد الكتارونس اللي بدينا في 2016 يعني خدينا الارض وبدينا كنشتغلوا بشكل اسري يعني انا والزوجه ديالي والبنيات ديالي هما اللي خدامين في المشروع يعني بروجي فاميليال، وكنعتبروا راسنا من الفلاحه الجدد. يعني كنا في المدينه وجينا لهنايا باش نديماريو حتى حنا بين العشاق ديال الفلاحه ونبداو الفلاح. الضيعه اهدافها ماشي غنغلقوا غير على الاسره، بالعكس كنفتحوا الضيعه للناس كاملين الزوار، كنوري لهم اولا الزراعه ديال المستدامه، كنخليهم يترفهوا ويعرفوا الطبيعه ويروحوا نفوسهم، كنوجدوا لهم بزاف ديال التيم اللي غيخليهم يديو الجانب المعرفي، وهذا هو السر ديال التواجد ديال الضيعه. وعلاش الدار البيضاء ولا النواحي ديال الدار البيضاء؟ تنقولوا هذا النوع ديال الفلاحه ولا النوع ديال السياحه الجهه يعني باقي فيها ما يدار بهذا الشكل قوي. دونك هذا الشيء علاش اختارينا الدار البيضاء ولا النواحي ديال الدار البيضاء. الضيعه واحد ليكو سيستيم كامل، يعني غتلقى الفلاحه وتربيه المواشي. بالنسبه للفلاحه يعني كما قلت الزراعه المستدامه ما كنبنيوش على نوع واحد، يعني كاين فوق من يعني بلا ما نبالغ واحد 300 اسبيس كاين في وسط الضيعه، يعني من الاشجار مثلا الخروب، الحامض، سميتو المورينغا، الرمان، الزيتون، البيطايه، بزاف ديال الاشجار. ومن ناحيه النباتات العطريه حتى هي من توجه ديال الضيعه، يعني غتلقى دابا المرد الدوش، غتلقى الخزامه، اليازير، الشيح، الزعفران، بزاف النباتات العطريه. والحيوانات مشينا حنا للتربيه ديال الحيوانات الصغار، يعني غتلقى عندنا الدجاج يعني بالاشكال ديال النوع ديالو، الدجاج والبط والطوس والحمام. ودرنا بالنسبه للمواشي درنا يعني النعيجات والخريفان ديال العيد، وزائد تربيه ديال لي شيفغ دالبين، المعيز ديال الالبين من بين المميزات ديالو هو معيز اللي كيعطي الحليب، والضيعه كتدير الحليب ديال المعاز وكدير الفورماج ديال المعاز باش نوفروا حتى للزبون ديالنا يعني فطور بلدي وغداء بلدي وسياحه. تنبقاو حنا يعني كضيعه راه غنمتثلوا الناس اللي اسميتو، ولكن غالبا حنا في المستوى القروي يعني الزوار الحاليين هاد المسائل ما كنسولوش واش عندك جواز ولا ما عندك جواز، مرحبا بالناس بالجميع. والقريه ماشي هي المدينه، انا كنقول لك القريه في حد ذاتها يعني ما عندهاش يعني ربما اللي كيميز القريه على المدينه ما كاينش الاكتظاظ. يعني كنقول لك من التباعد كاع ملي كنعيشوا حنا كورونا من الديبار كنحسوا راسنا بان ولا ديستونسيون سوسيال كاينه في القريه بشكل طبيعي، الناس ما كاين لا اكتظاظ لا والو. غتلقانا دابا حنا وسط الضيعه نكونوا حتى 20 واحد ولا 30 واحد راه في كتارونس، راه نخليك تشوف الكثافه كي غتكون. يعني بالنسبه للكوفيد الله يحفظ هذه البلاد، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ترجع الحياه الطبيعيه للمغرب والعالم كامل. والمساله ديال التلقيح، الناس اللي كيحسوا براسهم غيحتاجوا التلقيح خصهم يسرعوا راسهم يلقحوا دواتهم. وكيبقى يعني خصنا نفكروا سولتيني على جواز التلقيح، نفكروا نحاربوا المرض كثر ما نفكروا في لا اجراء، حيت باش نحاربوا المرض حاربناه الحمد لله بشكل قوي. كان المغرب من السباقين اللي بداوا لا ديستونسيون سوسيال وكانت مزيانه من طبيعه الحال. في شهر 3 حتى لشهر 6 ما كناش كنعرفوا الفيروس، دخلنا كلنا لديورنا وكنا بالعكس كنحييوا السلطات على لا ديستونس سوسيال. دابا احنا الحمد لله احنا في شهر اكتوبر الحالات جد ضئيله بالمقارنه، يعني حتى اللقاح عندهم فعوليته، نشجعوا الناس يديروا اللقاح، ما نكرههمش يديروا اللقاح، هذا هو المبدا ديالنا حنايا. الا شجعنا الناس يديروا اللقاح احسن ما ندفعوش يديروا اللقاح.